وحتى لو جعلوا شهادة الدكتوراه حدا أدنى للمرشح فلا يتغير شيء على الإطلاق. فهذا البرلمان المسكين الذي ولد بعملية قيصرية ماكرة ووضع على مهد المحاصصة الطائفية والعرقية وتغذى بحليب الشياطين وتعرض لأبشع عمليات الاغتصاب من قبل القوى المستحوذة على مفاتيح العملية السياسية، ولا يمكن أن يكون برلمانا كسائر البرلمانات المحترمة، ولا يحتاج النائب في مثل هذا البرلمان إلى مستوى علم وثقافي راق يؤهله للإبداع والابتكار ولإيجاد الحلول، طالما أنه مجرد بيدق تحركه القوى المتنافسة كما تتحرك البيادق على رقعة الشطرنج. بل كل المطلوب منه أن يفهم دوره وأن يجيد هذا الدور المرسوم له من قبل سلاطين الكتل المتحكمة بمجريات الأحداث. عليه أن يعرف كيف يكمل النصاب أو يكسره بالجلوس في كافتيريا البرلمان، وعليه أن يجيد المشاكسات وفتل العضلات والصراخ والزعيق والتصفيق والنعيق والتطبيل والتهويل والموافقة أو الاعتراض دون أن يفهم لماذا وافق ولماذا اعترض. وإن لم يستطع أن يلعب هذا الدور فعليه أن يبقى متفرجا أو نائما بغفوة عميقة ترحمه من آلام الصداع.